ده problem من urinary system disorder بالذات في voiding. في urinary incontinence وفي urinary retention. Urinary incontinence. The urinary incontinence undiagnosed and underreportable problem that can have significant impact on the quality of life and decrease the dependency, which leading to compromise of the upper urinary system. يعني دي عبارة عن إن هو بيشخص وبيعملوا ريبورتس كتيرة. ليه؟ لأن المشكلة دي مشكلة بتأثر على quality of life، يعني جودة الحياة. بيبقى الشخص خايف إن هو يكون في أي مكان ويحصل له incontinence، اللي هو معناها إن هو ممكن يتبول أو بنسميها يصرف بول في أي وقت. ممكن هو بيعطس وهو بيضحك وهو بيكح، ودي بتبقى بسبب ضعف عضلات الحوض، واللي هي ما بيبقاش فيه contraction للبلاطر، فبالتالي بيبقى ضعيفة جدا، فبيحصل التسريب ده. فدوت بيأثر لي على جودة الحياة، فبالتالي بيأثر لي على أي؟ على السيستم، على الرينر سيستم كله، على الهول. الرينر انكونتنس is it normal is not a normal consequence of aging. يعني هي مش حاجة normal مع ايه؟ مع تقدم السن. لكن لو انا بعمل تمارين كويسة عشان اقوي عضلات الحوض ما تبقاش موجودة. لكن مع حاجات الديس اوردر ممكن تبقى موجودة معايا. ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تعملها لي؟ البريجنانسي، ديليفري، حمل الولادة، بالذات الناس اللي بتولد فاجينا يعني عن طريق المنبر، أو اتعمل لها اوبزيوتومي اللي هو شق العجان، المنبوس، حالات سن اليأس لما تعدي في سن اليأس الستات بتهمل نفسها، ما بتبقاش في رياضة، ما بتبقاش فيها شاشة عظام، ما بترضاش تعمل إن هي تعمل تمرين. أو في جينات يورينري سيرجري، أي سيرجري اتعملت كده، كان بيشيل ستون، بيعمل أي حاجة فبتوسع لي المكان ده فبتأثر عليا. أو بيلبيك ماسل ويكنس، زي ما أنا قلت من شوية إن بيبقى في ضعف في عضلات الحوض. إنكومبتنت يوريسترا ديو تو تروما. الاسفنكتر بتاع اليوريسترا المفروض لما البلاطة بتتملي بيبدأ يحصل ريلاكسيشن ويحصل فويدنج. لا، دي بيحصل فيها زي ضعف أو ارتخاء، فبالتالي ممكن يحصل تسريب او يحصل فيه الاسفنكتر بيبقى فيه ريلاكسيشن فبيحصل تسريب مستمر. الاموبيلتي، من الاموبيلتي عموما بتعمل مشاكل الجسم كله، فبالتالي اكيد هتاثر تاثير كبير جدا على اليورينري سيستم، وده بيبقى هاي امباكت عن طريق الاكسرسايز. حاله الدايبيتس، الستروك، الايجنج، دي كلها حالات بتاثر على الكونتيننس بتاعتي. بعض الميديكيشن زي ايه؟ زي الديوريتكس، السيديتيف، الهيبنوتكس، الاوبويد، كل الحاجات دي برضه بتاثر لي على البلاطر اليوريسرا، ممكن يحصل لي يورينري انكونتنس. طيب التايبس بتاعته في تايبس كتيره جدا، وهنعرف كل تايبس وهو عباره عن الاستريس. يعني ايه ستريس انكونتنس؟ يعني انا عايزه اخش الحمام باستمرار او تلاقيه بتعمل انكونتنس تسريب كده وانت في وقت الاستريس. ايه الاستريس اللي ممكن تتعرض له؟ حد كان بيكح، حد كان بيضحك جدا، حد كان بيعطس، كل الحاجات دي تعتبر ستريسورز فبتؤدي ان هو ممكن يحصل له تسريب، دي بنسميها ستريس. ايرج يعني ايه؟ يعني انا عندي الحاح شديد ان انا عايزه اخش الحمام جدا والحمام مثلا بعيد عليا، او انا ما بخشش الحمام بره البيت فاتاخرت شويه فزنقت نفسي جدا. فلما الانسان يعني بيتحكم في نفسه قوي يبدا يحصل عمليه اللي هي ايرج، بنسميها ايرج انكونتنس. في عندي حاجه اسمها الريفلكس، ريفلكس او الريفلكس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، مش قلنا في يوريترو ريفلكس او يوريترو فيزيكال ريفلكس او يوريترو فيزيكال ريفلكس. الاثنين لو في عندي ريفلكس من الاثنين برضه هيعمل لي انكونتنس لانها في ضعف في البلس بتاعتي. فانكشنال، فانكشنال يعني في ديستربنس موجود في اليوريسترا نفسها، اذا كان فيها ضيق او كانت فيها اللي هي الاستراكشرز، او اذا كان فيها تروما زي ما احنا قلنا من شويه اليوريسترا فيها ريلاكسيشن فده بنسميها فانكشنال.
في الاتروجينيك انكونتيننس، وديت اكوردنج للبوزيشن او بتبقى يعني حسب البيشنت، يعني ممكن يكون جاي بيها ويحصل فيها اتروجينيك انكونتيننس. الميكسد انكونتيننس ممكن اي اثنين من دول يجوا مع بعض، يبقى الاستريس والارج مع بعض. يبقى كان مثلا عايز يخش فعلا الحمام جدا وما دخلش وحد ضحكه، فكده الاثنين مع بعض دي بنسميها ايه؟ ميكسد يعني بخلط كذا حاجه مع بعض. البيشنت ميديكيشن هقول له ايه؟ الانكونتيننس العلاج بتاعه بيهيفرال اكتر عم بيكون حاجه ثانيه، لان في بعض الحالات بتستدعي ان انا اعملها براحه، وديت لو بتكون الحاله يعني ديفولب متطوره قوي، او ان هو بيكون ادويه بديها بتقلل لي بتزود لي كونتراكشن مع التمارين، هيبقى ان انا هحسن الموضوع ده. ازاي دكتوره اميره؟ هنبدا بنقول الانتوجيكيشن، بنقول urinary incontinence is not invincible and excretable، يعني ما اقدرش ان انا يعني مش حاجه ممنوعه او انها مش موجوده، لكن هو بتبقى موجوده، لكن ممكن انها تتعالج، بس محتاجه وقت ومحتاجه سبورت. سبورت ده بيبقى ايه؟ نفسي ومعنوي، او نفسي ومعنوي وحاجات كتيره جدا. طيب بنعمل develop use avoiding group or diet. باجي عندي بعمل يوميه كده في البيت واحطها على الحيطه كده واكتب لازم اخش الحمام الساعه 8 صباحا، الساعه 8 الصبح اخش الحمام، مثلا على الساعه 9 او سوري الساعه 10 اخش برده الحمام، الساعه 12 اخش الحمام، حتى لو انا مش هعمل ده مجرد جدول بيحفزني ان انا بعد كده اعمل كنترولنج على ايه؟ على الفويدنج بتاعي. البيبرال انترفينشن ما سيبش نفسي ان انا وقت ما البلاطه خلصت مني واسبق نفسي خالص، لا اروح الحمام في الوقت ده ممكن اكون محتاجه اروح. ميديكيشن اديوكيشن، الادويه اللي انا هاخدها على حسب ما الدكتور هيعمل لي ديسكريبشن ابدا اخدها في الوقت المناسب والحاجات اللي هي المناسبه ليا. والادويه اللي انا هتتاخد بتعمل لي بتزود الكونتراكتيليتي بتاع الريسر عشان ما يستغليش الكونتنتس. وبنعمل استراتيجي علشان احسن البيشنت ده نفسيته، بحاول اعرف الجروب ثيرابي تتعرض لنفس الحالات علشان يبقى افكت معايا جدا. سؤال؟ الجرال انكونتيننس از انفنتابل اند از نوت تريتابل، ده ترو ولا فولس؟ هنقول فولس، لان هو از نوت انفنتابل لكن هو ايه؟ تريتابل. هو عكس لي هنا ايه؟ الجمله بتاعتي. خلاص؟ تاني مشكله بتعرض لها اللي هي يورينري ريتنشن. يعني ايه يورينري ريتنشن؟ هناك كان يورينري انكونتنس يعني انا ما بتحكمش في البول، لا هنا المره دي البول موجود بس انا مش عارفه اعمل ايه؟ فويدنج خالص، مش عارفه اخرج البول من موجود جوايا. طيب اعمل ايه؟ من انابيلتي اوف ذا بلاتر تو امتي كومبليتلي. اليورينري ريتنشن ده مش شرط تكون كومبليت اللي هو يعني لا البلاتر ما بتطلعش كل اليورين اللي فيها. بيحصل فيه حاجه اسمها ريزيدوال يورين. الاماونت اللي موجوده في البلاتر دي اكتر فويدنج، دي بنسميها اليورين ريتنشن. ممكن تسبب لي ايه؟ بتبقى من حوالي من 50 ل 100 مللي تقريبا في الادلت، ولا الناس اللي هم عندهم 60 سنه ممكن تقل. ده بيحصل نتيجه الحالات اللي احنا عارفينها في الميل اللي هي البروستاتا اللارجمنت اللي هو تضخم البروستاتا، في الميل وفي الميل اللي هو الدايبيتس، البريجنسي في الفيميل، والنيورولوجيكال ديس اوردر في البوست، او اي انديكيشن زي ما احنا قلنا من شويه اللي هي الادويه اللي بتعمل لي ريتنشن. تمام؟ ايه النيرسنج انترفينشن اللي انا هعمل؟ النيرسنج انترفينشن اللي انا هعملها عشان اعمل بروموت الفويدنج، اول حاجه الالمنيشن بتاعي لازم اظبطه. يعني ايه بروموتنج الالمنيشن؟ زي ما احنا قلنا هنعمل سكاتولينج وهعمل دايري كده نوتة اسجل فيها المواعيد اللي انا هخش فيها التواليت امتى. خلاص؟ النيرسنج ميجر تو انكارج نورمال فويدنج باترن بتتشمل ايه؟ لما اخش الحمام لازم يكون في كيب للبرايفسي. لو هو شخص مريض عندي في البيت يبقى لو هيعمل في البيت بان بقفل الكريتنز او بقفل الاوضه كويس وما تخليش كذا حد يتفرج عليه، بيبقى هو لوحده في الاوضه وببقى مقفله وببقى جايبه كل الاكوبمنت بتاعت البيرسونال هايجين وببدا ان انا اشتغل معاه. الانشورنج ان انفايرمنت بتاكد ان الانفايرمنت ملائمه، ممكن ما يكونش المكان نظيف، ممكن ما يكونش ريحته كويسه، فبالتالي انا مش مهيئه المكان اللي انا هعمل فيه تويلت.
البادي بوزيشن تو كونسيوم تو ويتنج، البوزيشن نفسه هل هو مريح ولا مش مريح؟ لو انا مقعده المريض او الشخص المصاب ده او اللي هو عنده يورينري تنشن بشكل مش صح، مش هيتحرك كويس، يبقى لازم يعرف البوزيشن بتاعنا هو مناسب ليه وهيريح. Assisting the patient with the use of the bathroom or bedside commode. Bedside commode اللي هي المبولة أو اللي أنا أدخله الحمام. فالاثنين دول لازم أعلمه إزاي يستخدمه، ولو استخدمه يبقى فيه مساعدة مني وبتكون بحذر شديد جدا ويكون فيه برايفسي. للمرة الثالثة البرايفسي ثم البرايفسي ثم البرايفسي. لأن دي من الحاجات اللي بتأثر جدا عليا. من الحاجات اللي هتأثر لي وهتبقى كويسة جدا في إذا كان urinary retention أو في urinary incontinence اللي أنا أعمل حاجة اسمها exercise، وبالذات حاجة اسمها بنسميها كيجل exercise. الكيجل exercise دي بعض التمارين اللي أنا بعملها إذا كانت مين ولا في مين علشان أحسن البلبس muscles. البلبس muscles مع قلنا مع aging أو مع pregnancy او مع اي disorder بيبدا ان هي تبدا تبقى معايا، والصوره دي اوضح ليا. ببدا ان انا اخلي البيشنت ينام على ظهره وبعد كده يرفع لي الجزء اللي في الوسط وايديه ثابته على الارض ويكون ثانيه الرجل، فيبقى عندي فوق شد عضلات الحوض من فوق ومن تحت برضه مشدوده العضلات السفليه للحوض، فالجزئيه دي كده بعمل لي تقويه لعضلات الحوض. دي بنسميها كيجل اكسرسايز، ودي من الافكتيف اكسرسايز اللي بتحافظ دي على الاسترينث بتاع الورثه عشان يحصل لي ريلاكسيشن وكونتراكشن بالظبط، ودي بتستخدم اكتر في حالات ايه؟ الانكونتيننس. ماشي؟ بكده نكون خلصنا الباول سوري كده نكون خلصنا